يا مستر كيفن، برحب بيك. Good evening to you. مساء الخير عليكم Good evening to all your listeners. وكل مشاهدي قناتكم، وأتمنى أن أعطي بعض الرؤية عن النادي الأهلي وعن مبارياته ويوم الأحد في مباراته أمام سان داونز. يعني طبعا بنرحب بيك، وكنا سعداء جدا أثناء وجودك في مصر وتدريب النادي الأهلي، وعودتك مرة أخرى بقى معانا على شاشة قناة الحياة، ونتمنى لك التوفيق كمان مع نادي كايزر تشيفز. عرفنا أن أنت دلوقتي مدرب نادي كايزر تشيفز في جنوب أفريقيا. شكرا جزيلا على استضافتي، وشكرا جزيلا أيضا على السماح لي أن أتحدث في هذا البرنامج في هذه القناة، وشكرا أيضا على تمنياتك لي بالنجاح مع كايزر تشيف في المستقبل. طيب هخش معاك في الموضوع على طول. شايف مباراة الأهلي وسان داونز إزاي؟ المباراة اللي هتتلعب يوم الأحد القادم في دوري السوبر الأفريقي. أعتقد أن هذه المباراة ستكون مباراة شيقة ورائعة. كلا الفريقين لديهم تغييرات كثيرة داخل الفريق، من خاصة منذ آخر مرة التقي فيها في بريتوريا، هناك تغييرات في هيكل الفريق، وستكون مباراة صعبة بلا شك لكلا الفريقين أيضا، ولكن ستكون مسابقة جديدة من نوعها في القارة الإفريقية، ومن يتطلع ويفوز باللقب سيحصل على 4.5 مليون يورو ويفوز بهذه البطولة، وبالتالي ستكون مباراة في غاية الصعوبة. سمعنا أن في بعض الإصابات في فريق سان داونز زي شالوليلي المهاجم طبعا المهم جدا في فريق سان داونز. دعني هنا أقول بأن شالوليلي هو أفضل مهاجم في مملي سان داون، وهناك مهاجمين آخرين لا أعرف إذا كانوا يؤدون ناو، ولكن هو من أحد أهم المهاجمين في جنوب إفريقيا في هذه الأوقات. لكن سامعين أنه هو مصاب، يعني ممكن ما يلحقش المباراة مع الأهلي، ده كلام حقيقي؟ أنا لست متأكدا، ولكن أعلم أن لديه إصابة، وكيف كانت الإصابة وسوء الإصابة لا أستطيع أن أحدد ذلك، لأنه قالوا بأن إصابتي كانت إصابة بالغة، ربما لن يستطيع أن يلعب مع النادي الأهلي، ولكن ليس هناك تأكيد على مدى بقائه أو شفائه من الإصابة. هل تابعت ماتشات الأهلي الأخيرة؟ نعم، تابعت المباراة أمام سيمبا، وتعادل الفريقان 2-2 في المباراة الأولى، وأعتقد بأن الأهلي أدى مباراة جيدة أمام فريق أيضا جيد خارج القاهرة، وكانت مفاجأة لي أن تتحقق هذه النتيجة، خاصة أنهم عندما العودة إلى القاهرة كانت النتيجة هدف لكل فريق، وبالتالي لا يمكن هنا أن تتنبأ في مثل هذه المسابقات الكبيرة بما يمكن أن تحققه إحدى الفرق أو نتائجها في هذه البطولة الجديدة في القارة التي تم إصدارها مؤخرا. المباراة السنة اللي فاتت مع سان داونز كانت نتيجة كبيرة لصالح سان داونز في جنوب أفريقيا، وفاز على الأهلي 5-1 أعتقد هناك في جنوب أفريقيا، ويعني شايف أن النتائج الكبيرة دي بتدل على فارق مستوى، ولا تبقى مصادفة حصلت في مباراة ممكن ما تحصلش تاني؟ أو 5-2.
أعتقد أن النتيجة 5 أهداف مقابل هدف أمام النادي الأهلي لم تكن مصادفة في ذلك الوقت، لأنها كانت مباراة قوية جدا، وتحقق سان داونز هذه النتيجة. لم يتوقع الأهلي آنذاك ولم يكن مستعدا من ناحية تكتيكية لمواجهة سان داونز، لذا أعتقد بأن كرة القدم الآن لإفريقيا وسان داونز أن ستكون هنا، يجب على الفرق أن تكون مستعدة جيدا لمواجهة فريق مثل سان داونز. تغير هيكل الفريق أيضا من بالنسبة للجانبين، وبالتالي دعنا ننتظر لنرى ما ستسفر عنه. طيب شايف أن سان داونز التغيير اللاعبين للأقوى، يعني سان داونز دلوقتي أقوى من السنة اللي فاتت ولا أضعف؟ نعم، في بعض اللحظات يصبح النادي أكثر قوة ويظهر بقوة أفضل من الماضي، حيث لديه نوع جديد، تكتيكات جديدة من كرة القدم، أسلوب هجومي هو أكثر، وكما قلت مسبقا بأن المسابقة التي يلعبونها الآن هي مسابقة مختلفة من نوعها أحدثها الكاف في إفريقيا، وبالتالي بمقارنة الفرق التي مشارك في هذه البطولة في هذه المسابقة إلى الآن، 8 فرق كلها فرق جيدة وقوية، وبالطبع الأهلي غير أيضا الكثير من اللاعبين، لذلك وأيضا سان داونز، هذا هو الفارق. الآن دعنا نرى ماذا سيفعل سان داونز من خلال لاعبيه الجيدين الذين قام بتغييرهم مؤخرا، ومهاجمين جدد، ولديه أيضا لاعب وسط رائع، وبعض الاستثناءات للاعبين الذين لعبوا أيضا في دوري الأبطال. طيب هسألك سؤال تاني، الأهلي أقوى دلوقتي ولا كان أقوى لما أنتوا كنتوا ماسكين أنت وموسيماني؟ مش صعب أن أجيب، لأن الأهلي فقد بعض اللاعبين، ولم أشاهد حمدي فتحي غادر الفريق، كان لاعب قوي جدا ركيزة في النادي الأهلي، لا أعلم من قام باستبداله النادي الأهلي، ولكن ما زلت لا أرى عمرو السولية أيضا في وسط الملعب، ولا أعلم أيضا. بس الأهلي جاب إمام عاشور، يعني قوله للأهلي جاب إمام عاشور من الزمالك أو لاعب الزمالك السابق. نعم، اشترى استبدل النادي الأهلي إمام عاشور، لم أعلم ذلك، وبالتالي هل يستطيع إمام مقارنة بحمدي فتحي، ولكن أعلم جيدا بأن مكان الشحات مثلا بيرسيتاو هناك وكهربا أحرزوا أهداف عديدة، ولكن لديهم مهاجم الآن، لكن لا أعلم قدراته ومهاراته، لا أستطيع أن أتحدث عنه، أتحدث فقط عما أعرفه، والمدير الفني يتحدث دائما عن المهاجم الجديد. طيب توقعاتك إيه، مين حيعدي، الأهلي ولا سان داونز؟ في كلا سان داون سيلعب ايضا بكتيبه اللاعبين لديه، والاهلي ايضا سيعود الى الطريقه القديمه، وهو كيف يلعب مثل هذه المباريات. اذا تعادل النادي الاهلي في جنوب افريقيا ولم يحرز اي اهداف سيحققون النتيجة في القاهرة بالفوز. سان داونز ايضا يعلم جيدا كيف يتعامل مع مثل هذه المباريات البطولة، وعليه الفوز في هذه المباراة الاولى، لانه لا يعلم ما يمكن ان تسفر عنه وشخصية النادي الاهلي بعد ذلك في القاهرة. طيب شايف سان داونز
داخل ملعبه أقوى ولا خارج ملعبه؟ against Ali they are more powerful at home. طيب عايز اسال برضو كيفن جونسون، شايف فريق سان داونز داخل ملعبه قوي ولا اقوى خارج ملعبه؟ يعني فين بالظبط بيبقى اقوى، خارج ملعبه ولا داخل ملعبه؟ I think Sundowns are stronger. أعتقد أن سان داونز أقوى بشكل كبير عندما يلعب على أرضه في داخل جنوب إفريقيا. هم أقوى بكثير لأن لديهم دعم كبير وراءهم من الجماهير يدفعهم بقوة. الآن هم يعتمدون كثيرا بأنهم يستطيعون الفوز على النادي الأهلي في جنوب إفريقيا في المباراة القادمة. هذه هي هم هنا أقوى بشكل واضح. طيب عايز أسألك سؤال عن بيرسي تاو، إن بيرسي تاو السنة دي والسنة اللي فاتت مستواه تطور بشكل كبير جدا مع النادي الأهلي، أحسن من السنين اللي كانت أول ما جه. يعني رأيك إيه السبب اللي خلى بيرسي تاو الموسم اللي فات والموسم ده ظهر بشكل رائع، أحسن من قبل كده لما كان معاكم؟ أعتقد الآن عندما جاء مارسيل كولر أصبح لم يؤدي بيرسي تاو بشكل جيد في البداية، ولكن في خلال آخر موسمين يستمتع باللعب مع مارسيل كولر. قبل مارسيل ربما ليس هذا هو الفارق، ولاعب دائما متميز، ولكن تحسن كما قلت في نهاية الموسمين الماضيين. طيب هل في لعيب عندك مثلا في كايزر تشيفز لعيب جامد ترشحه للنادي الأهلي؟ النادي الأهلي بيدور على مهاجمين، هل في جنوب أفريقيا في مهاجم قوي ترشحه للنادي الأهلي؟ at the moment not yet. ليس الآن، لا لا لا, لا يوجد لسه الآن دلوقتي هذا المهاجم. طيب مين بقى اللعيب اللي انت اقرب لعيب ليك وانت كنت مدرب النادي الأهلي، اللعيب اللي انت بتحبه كان قريب منك جدا وبتحب أدائه؟ I had a few. I liked كهربا. كهربا. أفشا. أفشا. I liked سلية. سلية. ديانج. ديانج. عمرو السلية. عمرو السلية كما قلت. رامي. رامي ربيع. علي معلول. علي معلول أيضا. هاني. هاني. هؤلاء كانوا لاعبين قريبين مني، وبالتالي لم يكن هناك لاعب واحد، كانوا عدة لاعبين. أشرف الشحات. حسين الشحات. كانوا لاعبين جيدين وقريبين مني. بشكرك يا مستر كيفن طبعا، وأتمنى لك التوفيق مع نادي كايزر تشيفز إن شاء الله في جنوب أفريقيا. شكرا جزيلا. إن شاء الله سنؤدي بشكل جيد مع كايزر تشيف. شكرا. نشكر كيفن جونسون مدرب كايزر تشيف وكان مدرب النادي الأهلي السابق، وقال إن هي مباراة صعبة للفرقتين، الفرقتين جامدين الأهلي وسان داونز. بيقول إن الأهلي لو قدر يتعادل هناك في جنوب أفريقيا هيقدر يعدي ويحقق الفوز هنا في القاهرة ويصعد إلى النهائي. لو سان داونز كسب في جنوب أفريقيا هيبقى الموضوع يعني صعب، ان سان داونز لما بيكسب على ملعبه بيعرف يتعامل خارج ملعبه وهو كسبان. دي كانت تصريحات كيفن جونسون المدير الفني لفريق كايزر تشيفز ومدرب النادي الاهلي السابق.